كرارة ومعايا اهو عشان استاذ امير. اهلا بيك يا حبيبي يا استاذ وائل، ازي حضرتك؟ كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وانت طيب، و ربنا يخليك. وانت عامل شغل هايل جدا، لكن خلينا نشوف هم حتى بيقولوا حتى هم بيعبروا عن حبهم الشديد ليك، ولكن بيقولوا احنا يعني غاضبين جدا من ان يتم الزج باسم الفيوم في العمليات الإرهابية بهذا الشكل. تقول لهم احنا طبعا بنقول ده عمل فني، لكن يظل الأهالي في حالة غضب بهذا الشكل. اتفضل. بص اقول لك على حاجة حضرتك، طبعا احترامي لكل الفيوم وعلى دماغنا من فوق، ده عمل فني وده سيناريو، يعني مش قاصدين بأي حاجة، عمرنا ما عمينا حد، لأن كل مكان فيه كويس وفيه وحش، لكن احنا عمرنا ما قصدنا نجرح في حد ولا نضرب في حد، مستحيل. يعني اسم المنطقه ده ما جاش ان احنا نقصد بالفيوم، اكيد طبعا الفيوم دول احسن ناس واكرم واطيب ناس في الدنيا طبعا يعني، بس هو كان حدث كده، وكان يعني حاجه مكتوبه في الدراما مش اكتر يعني، فاهم؟ انا مش هقدر طبعا يعني اتوغل في الموضوع ده اكتر من كده، لانه موضوع مؤلف اكتر، لكن اكيد المؤلف نفسه برده ويدار راجل محترم وكبير، ما يقدرش يغلط في اهل الفيوم، مستحيل يعني، مستحيل. لكن طبعا الناس كلها على دماغنا، وده عمل زي ما حضرتك قال فيوم يا استاذ امير. انا اخلي بس عضو مجلس النواب الاستاذ ربيع عايز، هو الناس يعني اكدوا حبهم ليك يعني في جدا. استاذ امير مساء الخير، احنا بنحبهم وبنحترمهم جدا جدا جدا. يا استاذ امير مساء الخير. يا استاذ امير مساء الفل، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا فندم؟ كل سنه وحضرتك طيب. وانت بصراحه حضرتك انت مؤلف العمل ده، رحت الفيوم يا فندم؟ نعم. لا يا فندم ما نزلتوش الفيوم. طب يا فندم انا بدعيك على الهوا كده تنزل تشوف الفيوم، تشوف اهل الفيوم اللي انت حضرتك او اللي مؤلف انت مالكش دعوه، انت راجل ممثل بتأدي دور، اللي مؤلف العمل طلعه انها مكان ارهاب ومكان بلطجه ومكان قاعدين متسولين للجمعيات الخيريه. تعال يا فندم اتفرج على الفيوم. طب اسمعوا المؤلف يا استاذ ما عمش في الفيوم ابدا، زي اي منطقه وزي اي بلده فيها الكويس وفيها الوحش، لكن اكيد مش قصدي يخص الفيوم، مستحيل يعني، لكن اهل الفيوم على دماغنا من فوق طبعا يعني، الناس محترمين وكلنا بنحبهم ونقدرهم، مستحيل يعني. يا فندم انا مش ممكن، متعاطفين معاك جدا في الجزء الاول من متعاطفين مع الشخصيه يعني. يعني انتم مبسوطين من المسلسل في الجزء الاول اول ما جه عند؟ طب يعني لو بدل الفيوم امير قرر عمل ده في المنصوره بلا مثلا، هزعل؟ مش هزعل، هقول هو يوصم بلدي بالارهاب. لا هو ليه الحساسيه دلوقتي كده؟ الاستاذ حسام راغب قال لحضرتك كميه الغضب اللي موجوده في الشارع فعلا عند الناس في الفيوم، بالفعل الناس يعني سايره فعلا، لان ايه حاسين. انا بقول لحضرتك الناس ما صدقت ان هي غيرت الصوره الذهنيه عن الفيوم وعن المنطقه اللي هو كان ايام اللي كان بيحكي عليها الاستاذ شافعي ديت، وايام الجامعات والايام السوداء ديت، الناس خلاص. طيب. يا استاذ امير هنا يعني الناس طبعا في حساسيه شديده، حتى اصحاب المهن، حتى اهالي اي قريه اي بلد يعني. وائل سامعني يا استاذ؟ سامعك، اتفضل. انت لو تلاحظ حضرتك برضو في المشهد ان كان في اهالي فيوم يعني اللي هم كانوا المفروض الواقعه في الفيوم، الاهالي واقفه ومبسوطه من اللي حصل، ان هم كان في عنصر مش كويس فيهم، لكن ما جرحناش في كل الناس. وانا شفت الاهالي حتى يطلقون الزغاريد والافراح بسقوط الارهابيين يعني. فاكيد مش قاصدين حاجه يعني الاهالي الفيوم المحترمه، مستحيل يعني، مستحيل يعني. طيب. لا ما يعني مش قصدنا خالص. عايز تقول حاجه للاستاذ امير؟ بقول لك يعني عايز اقول ان هو شخص احنا على المستوى الشخصي بنحبه وبنحب اعماله، مش محافظه ان احنا متخلفين ان احنا ضد اي عمل درامي، احنا يعني لا طبعا، واحنا بالنسبه لنا العمل كل ما هنالك، ان انا بقول عندي مردود تاريخي، مش عايز ارجع للي كان موجود في التسعينات قبل كده فقط لا غير، يعني يمكن ده مش مسؤوليه الاستاذ امير، بس احنا بنقول له ان يافطه يوسف الصديق مركز الشرطه دي مقدسه عند اهالي يوسف الصديق، بكل طقم الامن اللي موجود، سواء ضباط مباحث يوسف الصديق او الساده الضباط في النظام، بنقول ان احنا بنتعامل معاهم، وبنقول ان احنا كلنا فداء نقطه دم بتسقط من غفير نظامي من اقل حاجه في وزاره الداخليه، وبرضه بنوجه الشكر رساله. طب ليه ما خدتوش الجانب الايجابي انه هنا يعني ما هو بالظبط بقى، هي دي بقى النقطه حضرتك. تمام. ان في ضابط شرطه بهذه البطوله والتضحيه بيواجه الارهاب، بيعمل تشويش على وما يخافش على حياته. يمكن احنا هنا يا وائل بيه احنا طب اسمع امير بتقول ايه يا امير في النقطه دي، اتفضل. ما هي دي الفكره بقى حضرتك، احنا بنبص للجانب يعني الجانب الايجابي في الموضوع،
هتعرف ان احنا مش قصدنا اي حاجه لاهالي الفيوم ولا بلده الفيوم المحترمه، مستحيل يعني مستحيل. الايجابي احنا مؤمنين بيه، ومع كل نقطه دم من ضابط او غفير او اي حد في وزاره الداخليه ونفداه، واحنا فداء اي حد من الجيش او من الشرطه. لكن هي القصه مش كده، القصه هي المردود التاريخي للبلد اللي احنا عايشين فيه، ان في خلفيه نفسيه شويه لاهل الفيوم استوعبوا هذا المردود. يعني هو بيفترضوا ان في مردود سلبي هيحصل عندهم. انت ما قلتهاش احنا من سنه 90 يمكن لحد فتره بسيطه عدت، كان اي حد تطلع بطاقته من نقطه المناطق اللي بنتكلم فيها يوسف الصديق كان لازم يتفحص امنيا. انا مش عايز اتفحص امنيا تاني، لكن واحد بيه ابطال المسلسل. طيب. اميرة بوضوح واضح لانه في حساسيه متعلقه بماضي عاشته هذه المنطقه، كانت تتهم دائما بانها معقل الجماعه الاسلاميه، لان عمر عبد الرحمن اسس الجماعه الاسلاميه في الفيوم، الشوقيين ايضا جماعه ارهابيه اسست في الفيوم وفي هذه المنطقه تحديدا يوسف الصديق ومحيطها، وبالتالي هم عندهم حساسيه انه كنا نسينا ده، فالخوف ان المسلسل يرجع هذه المفاهيم تاني. لا يا استاذ وائل، الموضوع لا هيرجع حاجه ولا وجهه نظر الناس للفيوم هتتغير تاني. الناس بتحب اهل الفيوم، بتحب بلد الفيوم، والناس محترمين جدا، وما يعني لا هي دراما مش اكتر، وكل الناس بتتفرج بقى عندها وعي جدا باللي بيحصل، وعارفه كل بلد بقت عامله ازاي واللي فيها عامل ازاي. مش هتمشي بعد المسلسل تقول امسك فيومي، يعني ايه الحق ده؟ هل في احداث في سوائل؟ هل في احداث في فيوم او اسمع بس امير، انا في مقعد لي يومين ثلاثه كده عشان اصلحه، ايه رايك؟ هم عازمينك بيقول لك تعالى. يعني عندنا دعوه وائل بيه وافراد المسلسل كلها باسم معالي النايب وباسم اللي موجودين لطقم المسلسل كله. طيب. ينزل نعمل له احتفاليه كبيره. هم بيوجهوا لك الدعوه اهو يا استاذ وائل. هل في احداث في الفيوم تاني في المسلسل ولا لا؟ دي نقطه. طيب اخد منك تعليق اخير. اتفضل يا امير. بقول ربنا يكرمهم ان شاء الله ويحافظ ان شاء الله ويستر عليهم من كل شر يا رب. بشكرك الف شكر. هو اثنى عليا الامير قرار الف شكر كلامه. شكرا جميعا يا جماعه. يعني اتمنى انه التوضيح يعني على الاقل صحيح. من حق الناس ان تغضب، من حق الناس ان يبقى عندها الحقيقه، يعني فكره الولاء لمدينتك ولمحافظتك ده شيء كويس جدا ومبهر، لكن علينا ان احنا شايفين نتعامل مع العمل الفني بمقاييس فنيه. بمقاييس فنيه البلاغات وطلبات الاحاطه لا تفيد. يعني لازم نفرق ما بين ان انا برفض وبغضب وبحاول يعني لو عملنا حمله نصور بقى مركز يوسف الصديق ونحط على الفيسبوك افضل الف مره من ان احنا نقدم بلاغات ونجرجر الفنانين للمحاكم. يبقى ندعو دعوه باسم وائل بيه، دعوه للدراما. قدمت صراحه النهارده تطور. لا دعوه للدراما المصريه. طيب عايز تستنى ايه بسرعه يا استاذ ربيع؟ استاذ محمد بيقول لك البلاغات وطلبات الاحاطه لا تفيد. هو بيصدر علينا احنا على حقوقنا كل سنه بيحصل نفس الموضوع ده وما بيحصلش حاجه. فالحال بالعكس احنا استفدنا. انت مقدم طلب احاطه سياده النائب يوسف الشاذلي، قدمته للمجلس يا فندم لرئيس الوزراء ورئيس المجلس الاعلى لرئيس ضد رئيس الوزراء ورئيس المجلس الاعلى للاعلام ورئيس هيئه الاعلام على الاشاءه اللي حصلت في الاشي. طيب والفنان امير قرار اوضح وفي جانب ايجابي في المسلسل اتعرض ببطوله ضابط شرطه، وفي جانب ايجابي تاني كمان تعاون الاهالي مع الشرطه في مواجهه الارهاب، وكمان هتظل القضيه دي مش متعلقه بمسلسل، هنناقشها معاكم كتير. غضب اصحاب المهن، غضب اهالي المدن والمحافظات اذا ما تم تناولهم بشكل سيء في المسلسلات. غدا هنكون معاكم ان شاء الله في حلقة جديدة.